ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما قلنا في اللايف لما اتكلمنا وطلعنا قلنا اسماء الاوائل في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه، قلنا ان احنا ثالثه ثانوي بالذات لازم يكون ليهم طريقه تكريم خاصه بيهم مختلفه عن باقي الطلبه. يعني ثانويه عامه سنه بتحدد مستقبلهم، فربنا يعيننا ونكون سند وعون ليهم ان هم ان شاء الله يعدوا السنه دي على خير ويفرحونا ويفرحوا اهاليهم. فاحنا دلوقتي هنتصل عليهم، هم ما يعرفوش ان احنا نتصل عليهم، هنتصل عليهم وهنكلمهم وهنقول لهم ترتيبهم في الامتحان. يعني هم في اول وتاني وتالت، هنكلم التالت وبعد كده التاني وبعد كده الاول. ولو ما تعرفوش، المركز الاول هي الوحيده في كل الصفوف الاعداديه والثانويه اللي هتاخد جايزه الالف جنيه، هي الوحيده اللي قفلت الامتحان ابو الف جنيه. فسبحان الله لما ربنا يحب يكافئ عبده الفقير ان لما يكون حد مقفل يكون في ثانويه عامه. اعتقد ان ده اكبر دليل على ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح وربنا يعيننا ونعينهم. فاحنا هي ما تعرفش ان هي طلعت الاولى، ما تعرفش انها تاخد الالف جنيه، فتعالوا نكلمهم كده ونشوف ايه اللي هيحصل. الو الو، ايوه، ازيك يا هند؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. انت عارفه بكلمك ليه؟ لا طب توقعي معايا. طيب هتوقع منين؟ ما اعرفش بجد. خالص؟ لا ماشي. مبروك، انت طلعتي المركز الثالث في الامتحان بتاع الالف جنيه. فانا ميرسي، حبيت اكلمك بالرغم من ان ظروفنا كانت متلخبطه خالص ونص الدرس ما حضرتيهوش و و، بس زي ما بنقول الشاطر شاطر، بس المره الجايه بقى المفروض الاول. يعني فهماني؟ اكيد انا اقصد ايه. فهمت. بس أوكي. يعني الامتحان ده هنعديها، يعني المركز التالت ده هنعديه تمام. علشان مش ممكن تكمل الحلو يعني الاخر؟ ما هو حلو وكل حاجه، خلاص الف مبروك، بس لازم تعرفي يا هند ان احنا انا مش هقبل بالتالت ده تاني. بس ماشي خلاص، ألف مليون مبروك يا دكتورة هند، ألف مليون مبروك يا دكتورة. أوكي. مسايك فل. ثانك يو. توزي حاجة؟ ماشي. يلا باي. لا باي باي. مع السلامة. ألو؟ ألو. أيوة، ازيك يا مروة؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. نقول دكتورة مروة بقى. إن شاء الله صح ولا إيه؟ مروة أنا فرحان وزعلان. عارفة ليه؟ لا ثانية ثانية صح. طب ثواني بس. ثواني. أنا فرحان. طب اسمعي، أنا فرحان إيه الأول؟ خلاص أنا عارفة أنت زعلان من إيه. طيب قولي لي أنا فرحان في إيه الأول؟ انا فرحان ان انت طلعتي المركز الثاني للاسف. يعني شفتي انا فرحان وللاسف، لان انت كعادتك وانا دلوقتي يا مروه بصور والناس هتشوف الفيديو ده وهتشوف الكلام ده وبشاهد الناس عليك، يا مروه ما تلخبطيش نفسك في الاسئله تاني. انت مركز اول وش، ولكن اللي غلطك وخلاكي مركز تاني افكارك الطيبه. مش هقول غير كده عشان الناس هتشوف الفيديو ده تمام. الف مليون مبروك يا دكتوره مروه، وبعد كده تخلي بالك تخلي بالك، مش هقول غير كده. انا الفيديو ده هفضل سايبه معايا لاخر السنه عشان لو لا قدر الله حاجه حصلت اقول لك انا معرفك من بدايه السنه. اعتقد انت فاهمه انا اقصد ايه. ماشي. الف مليون مبروك يا دكتوره مرو. ماشي، ان شاء الله المره الجايه المركز الاول. باي. الو الو، مساء الفل. ايوه عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا دكتوره شهد؟ كويسه الحمد لله. ماشي. بقول لك دي تاني سنه اعمل امتحان على 1000 جنيه تمام، ومفيش عيل تمام من اللي بياخده عندي ولا طالب، بلاش عيل بقى، ولا طالب من اللي عندي قدروا ياخدوا ال 1000 جنيه. انت عملتيها ازاي؟ عملتها ازاي؟ انت قفلت الامتحان يا شهد؟ تعبك معايا يعني. انت قفلت الامتحان وطلعت الاولى وقفلتي كمان، وانت اول طالبه عندي تاخد ال 1000 جنيه. ف مش عارف يعني، مش عارف افرح ولا ازعل، بس انا فرحان يعني انا فرحان بس زعلان بصراحه. يعني ما توقعتش ان حد يكسر القاعده وياخد ال 1000 جنيه. ف 1000 مليون مبروك يا دكتوره يعني. الله يبارك فيك. تعبك معايا ايه ده؟ تعب ايه؟ فكك مني. لا يا ستي مش تعبي. تعب ايه؟ مش عايز اتعب تاني ما دام هدفع فلوس. يعني انا كده هقلل التعب بقى. ما دام ما تقولش كده. ما انا هدفع 1000 جنيه. 1000 مليون مبروك. انا ربنا لوحده العالم، انا والله العظيم فرحان قد ايه علشان انت قفلت الامتحان وطلعت الاولى على زمايلك في ثانويه عامه، او يعني طلعت الاولى في الامتحان ب 1000 جنيه. وانت عارفه ان احنا المفروض طول السنه بقى في امتحانات من دي كتير، فان شاء الله كل امتحان يتقفل واطلع واطلع اعمل نفس الفيديو تاني وتقفليه تاني وتغرميني 1000 جنيه تاني. قولي ان شاء الله. باذن الله. ايوه ادعي ادعي من قلبك عشان ربنا يستجيب ان شاء الله. بادئه من قلبي. الف الف مليون مبروك يا دكتوره شهد. ماشي. بشوف بقى هتجيبي لي ايه بال 1000 جنيه، تعزميني على ايه بقى؟ تمام؟ لا لا خلاص، انت تيجي تاخدي ال 1000 جنيه وخلاص يا ست، واللي يطلع من ذمتك بقى يعني، فاهمه؟ شاب مسامح بس. لا
لا خليها خالص لا دكتورة يا نهار أبيض، ده تعبك يا نهار أبيض. ألف مليون مبروك يا دكتورة، وعقبال إن شاء الله ما أكلمك لنفس المكالمة ده إيه، ونصور نفس الفيديو ده وأنت طالعة الأولى على الثانوية العامة في الجمهورية كلها. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب يا رب يا رب ربنا يا رب يا رب بإذن الله. ألف مليون مبروك. هتوزي حاجة؟ لا شكرا يا سعيد. يلا باي، مع السلامة. السلام. اتمنى تكونوا مبسوطين زي ما انا مبسوط بسبب اللي طلبتي بيعملوه، بالذات لما يبقوا طلبه ثانويه عامه. دي عندي بالدنيا، انا بشكرهم جدا جدا على مجهودهم. اللي انا بعمله ده حاجه بسيطه جدا جدا بتساعدهم، بس الاكتر ولا اقل هو مجهودهم اولا واخيرا، ان هم يرفعوا راسي كده يعني، ويرفعوا راس اهاليهم قبل اي شيء. ان شاء الله الامتحان هنكرره تاني، احنا مش هنسكت يعني، مره واثنين وثلاثه، علشان اللي الحظ ما حلفوش المره دي حلفوا المره الثانيه والمره الثالثه. وبس احنا اللي احنا بنقوله ده كله بسبب حاجه واحده بس، ان دايما التخصص بيفرق. سلام عليكم.